السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير والعطاء للجميع. رمضان كريم وفطر سعيد وفصح مجيد. أخواني أعضاء المجلس المحلي المنتخبين، أهنئكم بانتخابكم لعضوية المجلس المحلي وأرحب بكم في الجلسة الأولى لمجلس عبالين المنتخب. وأرحب أيضا بالجمهور الذي يشرفنا حضور هذه الجلسة. وبهذه المناسبة أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى جميع مواطني بلد عبلين على الثقة الغالية التي منحوني إياها، وإني أثمن ذلك غالية. بعد انتخابي لمنصب رئيس المجلس أرى نفسي رئيسا لجميع المواطنين دون تفرقة، وسأعمل كل ما في وسعي من أجل رفاهية وتقدم عبلين. أمامنا تحديات كثيرة، فمن الآن انتهى الكلام ودقت ساعة العمل والفعل والتنفيذ، وكثيرة هي المشاريع التي أمامنا وعلينا إنجازها وتنفيذها وتحقيقها على أرض الواقع ولا رأسها وأولها. التمسك والمحافظة على وحدة بلدنا الحبيبة عبلين، وتعميق التمسك بمبدأ السلم الاجتماعي والأمن والأمان كضمان وصمام أمان لهذه الوحدة، وتانيها مشروع المساواة والعدل وإرساء قواعد وأسس العدل الاجتماعي والقيادة الجماعية كمبدأ أساسي دون تفرقة بين المواطنين على أساس الدين أو الجنس أو الانتماء، واعتماد مبادئ الديمقراطية، وثالثها إشراك المواطنين والمواطنات في القرار البلدي، ورابعها ترسيخ مبدأ الشفافية والمشاركة الفعالة بين المواطنين. والمجلس البلدي عبر التواصل مع المواطنين والمواطنات وعقد لقاءات مباشرة معهم بصورة دورية. وخامسها العمل على خلق ثقافة المحاسبة والمساءلة في العمل البلدي بناء على برنامج عمل قابل لقياس الأداء والمساءلة. هذه هي ما بدأنا الأساسية والجوهرية لقيادة عبلين من الآن وصاعدا، وهذا عهدي الجديد معكم يا أهل الأعزاء. لهذا أرى من واجبنا العمل على إيجاد الحلول المناسبة والملائمة لكل ما ذكر أعلاه، وأناشد جميع الأعضاء ومضيفيه وعاملي المجلس المحلي للمزيد من العون والتكاتف معا من أجل إيصال السفينة إلى شاطئ الأمان، ومن أجل إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجهنا. كما وأتوجه لكل المواطنين في قريتنا من أجل التعاون مع المجلس ودفع المستحقات في الأوقات المناسبة، وذلك يعود بالفائدة لمصلحة المواطنين. فمعا سنقود، ومعا سنطور، ومعا سنواجه المصاعب والتحديات، موحدين كالبنيان المرصوص ضد التفرقة والتمزق والفئوية، ومعا تباشير السلام والمحبة الدائمة المستمرة. وأخيرا أقول بصوت عال إن رئاسة المجلس المحلي هي ليست زعامة ولا وجاهة، وإنما خدمة ورسالة لمصلحة المواطنين، فأرجو تعاون الجميع لسير قدما له مستقبل أفضل، والله من وراء القصد، وشكرا لكم. تفضل يا عمي حامل كبيرنا، احنا هون كلياتنا أهلية فملمون مرات مشان نفرح، أبرا تفضل. مساءكم أمل وتفاؤل وفرحة وعمل، مساءكم مسيرة جديدة أردتها عبلين وأحبتها، جاءت برئيس جديد وشاب طموح وثابر يحب الكل ليقود هذه المسيرة المباركة إلى بر الأمان والتطور وتحقيق الأمنيات. فألف ضمة ورد لرئيسنا المحبوب أبو الكامل، أزفها بالنيابة عن قائمتنا العهد الجديد، متمنين له أن يلم شمل عبلين تحت جناحيه ويزرع التقدم والمحبة في كل النفوس وفي كل الحارات. نعم ابتدأت المسيرة ولا أقول الرحلة، فنحن جميعنا في موضوع مسؤولية كبيرة، وعلينا أن نفي للمواطنين
جميعا بما وعدنا به من تقدم وعدالة وتطوير والسير بعبلين إلى الأمام في كل المجالات، تاركين وراءنا غبار الانتخابات وناظرين فقط إلى الأمام لما فيه مصلحة الأهل جميعا. الأمر ليس سهلا ولن تظهر النتائج غدا، إنه مشوار عمل وجهد وتخطيط وتصميم وثقة أحدنا بالآخر، وثقتنا كلنا بالرئيس بركاني، وأنا على ثقة بأن الأشهر القادمة ستثبت لأهلنا في عبلين أن اختيارهم لنا كان صائبا. الإخوة الأحباء، دعونا نشمر عن سواعدنا، دعونا نعمل، والأهم دعونا نخدم، ونسأل الله أن يكون معنا. مرة أخرى ابتدأت مسيرة العمل ومشوار العطاء، وأخيرا أبارك لأهلنا المسلمين بشهر رمضان والفطر السعيد القريب، ولأهلنا المسيحيين بعيد الفصح والقيام المجيدة. كل عام والجميع بخير. بنحب نعزي اخونا موسى ابو فات عدينه، الله يرحمه ويحييه. مساء الخير للجميع، اهلي وناسي اعزائي الحاضرين. اهلا وسهلا بكم في جلسه الافتتاح الرسميه لمجلس عبلين المحلي. نشكركم جميعا على حضوركم، واتمنى بان تكون هذه الجلسه الافتتاحيه نقطه انطلاق مشرقه لمسيرتنا المستقبليه، ونتمكن جميعا من تحقيق التغيير الايجابي الذي نسعى إليه في بلدتنا الغالية عبلين. أعزائي أعضاء المجلس المنتخبين، دعونا نعمل بجد وتفان لمواجهات التحديات وتحقيق الأهداف، ولنضع خدمة المجتمع ومصلحة الناس، كل الناس، في قلب كل قرار نتخذه، لنجعل هذا الفصل الجديد في تاريخ بلدتنا فرصة للنمو والتطور، ولنعمل معا لبناء مستقبل أفضل للجميع. فلنبدأ هذه الرحلة بحماس وإصرار، ولنجعلها بداية جديدة لتحقيق الإنجازات والتقدم في بلدتنا الغالية عبلين. أعزائي، نجتمع اليوم للتصويت على بنود عدة، ومنها التصويت على منصب القائم بالأعمال وعلى انتخاب نائبي الرئيس. لهذا أتوجه إليكم طالبا منحنا ثقتكم لهذه المناصب التي أرى بها مناصب تكليف وليست تشريف، لنتمكن من خدمة أهل بلدنا على أكمل وجه. وشكرا سلفا على هذه الثقة الغالية. أهل بلدي، نعدكم بأننا سنفكر ونبدع ونعطي أثمن وأجمل ما فينا لتكونوا بحالة أفضل وبواقع أسعد. رسالتنا لكم هي رسالة أمل عنوانها الأفضل قادم لا محالة. أهل بلدتنا الأعزاء، شركاؤنا بالأمل والغد والمصير، أنتم تستحقون الفرح بجدارة. إيماني ساطع بأنه إذا وجد العزم اتضح السبيل، والسبيل واضح كوضوح الشمس ونحن لها. في النهاية أقول للصائمين صوما مقبولا وإفطارا شهيا، وللمحتفلين بأحد الشعانين والفصح المجيد، كل عام وأنتم وشعبنا بألف خير. من القلب أتمنى بأن تزورنا السنة القادمة أعيادا تصحب معها دفئا وسلاما في قلوبنا أولا، وفي ربوع بلادنا ثانيا، بإحقاق الحق لشعبنا الفلسطيني البطل ونيله الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. كما ونتمنى ثالثا بأن يعم الخير والعدل في كل بقاع الأرض، وأن ينال كل ذو حق حقه. أحبكم يا أهل بلدي، وستعلمون قريبا كم. شكرا لكم. مساء الخير للعموم. أول شيء من عائد أهل عبلين مناسبة الأعياد، نحب نبارك لرئيسنا أبو كامل ونتمنى له النجاح إن شاء الله، لأنه اللي بنعرفه عنده طاقات كبيرة لخدمة هاي البلد. ومنبارك كمان للأعضاء، إن شاء الله نكون عند حسن ظن
أهل عبلين وبنقول مبروك. وقبل الأخير بناخذ بخاطر أخونا موسى ونشد على إيدك، الله يرحمه ويخلي الموجودين ويخلي أعماركم وبالنجاح للجميع إن شاء الله. طيب إخواني، أنا مش محضر كلمة، ولكن بدنا باسم أعضاء عبلين بلدين إخوان معارف القائمة بنبارك للجميع، بنبارك لأبو كامل بالمنصب الجديد إن شاء الله رئيس مجلس عبلين المحلي، لكل الأعضاء الإخوة الحبايب، وإن شاء الله بيكون عند حسن ظن الجميع فينا. كيف بنعرف أهل عبلين أعطتنا الثقة اللي هي أغلى ما يمكن؟ بدنا نكون قد هاي الثقة، وإن شاء الله ما بنخيب ظن حدا. بدنا نشتغل لكل أهلنا بعبلين واحد واحد، من الكبير للصغير، لحتى نوصل لبر الأمان ونطور بلدنا بأحسن إشي ممكن. بارك الله بيكم، أهلا وسهلا بيكم. بنشكر الجميع، وبنعزي أخونا موسى ووفاة المرحوم المرحومين رحمة الله عليهم، وبنبارك للجميع بجميع الأعياد اللي بالعبلين إن شاء الله بشهر رمضان المبارك وبعيد الفصح المجيد. ألف مبروك للجميع وبالتوفيق للجميع. الجميع رئيسنا المنتخب أبو كامل، الأعضاء المنتخبين، باسمي وباسم قائمة عبلين أولا نبارك للجميع بانتخابكم من رئيس وأعضاء مجلس. بحيي هاي الوجوه النيرة الموجودة هون، وإن شاء الله نظل هيك متكاتفين متحابين، أولاد بلد وحدين، نشتغل لمصلحة البلد جميعا. أبو كامل إحنا بنبارك لك بانتخابك رئيس مجلس عبلين المحلي. هذا الحمل حمل ثقيل، إحنا رايحين نكون متعاونين معك لمصلحة البلد إن شاء الله رب العالمين، ونبارك للأعضاء جميعا. كلنا رايحين نشتغل من أجل مصلحة البلد. عبلين هي مصلحتها تتعالى على كل المصالح. وبارك الله فيكم، رمضان كريم، أعياد سعيدة للجميع، وإن شاء الله نظل أولاد بلد كلنا إيد بإيد من أجل مصلحة عبلين. يعطيكم العافية العموم. حقيقة أنا تأخرت لأنه قد ما شاء الله ما في سيارات، فمرتين ثلاثة دورنا تلاقينا محلات. طبعا بداية أنا أهني جميع الطوائف بمناسبة الأعياد المجيدي ورمضان الكريم، ونعزي أخونا إن شاء الله نتمنى لكم شو بدي أقول لك يعني المأساة، ولكن هاي مشيئة الله، الله يرحمهم ويخليكم ويطول عمركم. أيها الإخوة، بمناسبة شهر رمضان الكريم والأعياد المجيدة لجميع طوائفنا في هذه البلدة، ورمضان الفضيل، اسمحوا لي بداية أن أتقدم لكم بأحر الأهالي القلبي سائلين يعني القدير أن يعيد يعود يعيده على الجميع باليوم والبركات، وأن يعني السلام العادل والشامل ربوع شرفنا الحبيب. وإن هذه الحرب المضمونة على أهلنا في غزة، والمطلوب وقتها فورا، لأن هذه تؤثر علينا جميعا يا إخوان، تؤثر على حياتنا اليومية، تؤثر على حياتنا الاقتصادية، ولذلك المطلوب. وإحنا جيتنا كنا من المظاهرة لوقت الحرب في مجلس روم، فلذلك وأن في غزة أن يعني السلام على شعبنا. حقيقة مشاهدته قريضة في الفترة الانتخابية الأخيرة كان بمثابة عرض ديمقراطي ومفخرة لكل مواطن عبلين، حيث تجلت به اليوم كل القيم الأخلاقية والإنسانية.
وهذا يدل على وعي المواطن من جهة وإدراك القيادة بالمسؤولية. طبعا نحن نشيد بكل من اجتهد وعمل على جعل هذه الأجواء بهذا الشكل، حيث سادت بها كل أجواء المحبة والأخوة والتسامح. وقد فرضت هذه الانتخابات ما قرره المواطن في صندوق الانتخابات، والكل قبل واحترم الحسم الديمقراطي. وبهذا نهني الرئيس المنتخب السيد شريف حيدر أبو كامل وأعضاء المجلس المنتخبين، ونتمنى لهم توفير خدمة أهل بلدتنا. وكما نشكر ونحيي الرئيس السابق مأمون الشيخ أحمد أبو النمر على خدمته لأهل بلدته، ونشكر جميع أعضاء المجلس السابقين، ونتمنى لهم التوفيق والصحة والعافية. وطبعا الهدف المرجو من هذه الانتخابات هو إفراز قيادات ورؤساء من أجل إحداث التغيير والتأثير، ومن أجل طرق أبواب كل المؤسسات المختصة. بالتعاون مع نواب عرب الكنيسة نعمل من أجل الحصول على الميزانيات المستحقة، وبالتالي من أجل خدمة المواطن والأهالي والنهوض بالقرى العربية من خلال المشاريع والخدمات التي تساهم في المصلحة العامة وتطويرها وتقدمها ومجتمعنا. للربطين الإخوة الكرام، حقيقة أمامنا معارك طويلة وتحديات جسيمة، والمسؤولية تتطلب منا جميعا، بداية من الرئيس وأعضاء، وأنا أقصد كل أعضاء المجلس دون استثناء، أن نكون جميعا على ظهر قلب رجل واحد ويدا واحدة، ونتكاتف من أجل خدمة بلدتنا. أمامنا تحديات كبيرة، وأولا الحفاظ على الإنسان وكرامته، وخاصة نحن نعيش مرحلة صعبة في ظل هذه الآفة المقيتة، وهي آفة العنف والجريمة التي تجتاح مجتمعنا العربي، والتي تحصد أرواح أبنائنا يوميا. وطبعا هناك تحديات أخرى، فإن المجتمع العربي وقرانا تمر بظروف اقتصادية صعبة، والوضع يتطلب منا جميعا أن نرد الصفوف لنقف معا وسويا، من أجل أن نكون سدا منيعا بواجه هذه الحكومة العنصرية والحاقدة، سواء ضدنا هنا في الداخل أو ما تمارسه من حرب عدوانية ضد شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية. الإخوة الكرام، أن العمل البرلماني في الكنيسة هو أداة قوية ومهمة لكتف جماح المؤسسات الحاكمة من أجل مطالبتها بالوقوف مع رؤساء المجالس المحلية العربية ومساعدتهم في تحصيل الميزانيات. فعلى ذلك نتوجه إلى الرئيس أبو كامل، الرئيس الجديد لمجلس العمليين أبو كامل، أن يكون أحد أعضاء اللجنة القطرية للجماهير العربية البارزين، وعضو في لجنة المتابعة للجمعية العربية. ونحن في كتة الشباب العربية للتغيير في كنيسة على أتم الاستعداد أن نتواصل ونتعاون ونؤثر مع جميع نوابنا في الكتلة لطرق كل أبواب المؤسسات الحكومية. أتمنى لكم التوفيق، لنكون وإحنا أهل البلد. الانتخابات ورانا انتهت، إحنا يد واحدة مع بعض بدنا نبني البلد ونحمي مجتمعنا ونحمي شعبنا. وشكرا لكم. رمضان كريم، أجلس مجيد للجميع. أخ موسى بعزيك بمسابقة الجلل، الله يخلي الموجودين يا رب. إحنا بقائمة المجد أبو كامل، مبروك لإلك، مبروك للأعضاء الجدد. نتأمل إنه هاي السفينة أبو الكامل بتقودنا لأبلين أجمل للإزدهار والتآخي، لأن النسيج الإبليني هو أهم نسيج عندنا إحنا كبلدنا. الأمن والأمان ببلدنا عمال شوي الوضع لورا، اليوم إن شاء الله بتحسن لقدام. معيدنا كلياتنا إحنا معاك بكل شيء لمصالح إبليين، إحنا معاك ومنشد عيدك أبو الكامل، وإن شاء الله لقدام نثبت لأهل إبليين إنه إحنا اشتغلنا ولعبليين لقدام إن شاء الله. وشكرا لكم.
حاب اسمع صوتكم. تفضلي. مساء الخير للجميع، يعطيكم الف عافية. تعزينا لأبو الكامل موسى الله يرحمه وخاتمة الأحزان إن شاء الله. لأبو الكامل أول شيء شكرا كثير كثير على إباحة الكلمة، يعني عن جد غير متوقع، هاي ثاني مرة بتفاجئني. شكرا بس شكرا لك، هذا مش مفهوم ضمنا. طبعا كعضوة مجلس سابقا هذا كان بده نضال، يعني كان بده نضال عشان إباحة الكلمة. فاليوم مع اني مش عضو مجلس ابو الكامل بتوجه فالف شكر له اني احكي. فوز انا بتنازل لك عن الكرسي تبعك. تسلم الله يعزك. ثم ابو محمد بتمنى لكم ترى الست اعضاء النجاح، بتمنى لكم كلكم ان كان في معارضه مما كانش، طبعا انا بتمنى ان يكون ائتلاف شامل. ابو الكامل الرئيس اللي هو جاي وبده يعطي لكل انسان مكانته ومحله وصوته، وبالنهايه المفروض الكل يطلع على البلد يعني من منظور عن جد شو الشيء الايجابي للبلد. كنت بتمنى اكون بهاي الدوره عن جد، لانه انتوا عارفين واكيد الكل عارف انه عندي طاقات رهيبه اني اعطيها للبلد. المره اللي فاتت ما اتيحت لي هاي الامكانيه وكان جدا صعب، بس مع ذلك الصوت النسائي كان موجود، كان موجود بجداره، كان موجود باحترام، كان موجود بمهنيه. اعضاء مجلس يعني بنصحكم اليوم في عده جمعيات موجوده واحنا موجودين، اذا بدكم اي عنوان اللي هو بمكن عضو المجلس الجديد من انه يعرف شو واجباته وشو حقوقه. يعني انتم لما بتيجوا على الجلسات بتكونوا بالضبط عارفين شو جاي بتستناكم وشو شغلكم وشو الشغل اللي انتم بتعطوه. فبتامل انه هذا ما يكونش محل لتوليع الدخان والسواقير وبالاخر نصوت ونروح. عندكم طاقات وبتقدروا تعبوها اذا انتم عن جد مليانين وجايين من محل اللي هو بيعرف. جدا مهم انكم تعطوا للبلد. ابو كامل متيح لكم الفرصه انه يكون عهد جديد، وعهد جديد بده معرفه، بده عطاء، والعطاء يكون عن معرفه. فبتمنى لكم نجاح، بتمنى انه كمان بما انه هذا مجلس خالي من العنصر النسائي بس ما يكون غايب العنصر النسائي، انكم دائما مكانه نسائنا اخواتنا بناتنا طلاب الجامعيين الجامعيات يكون في بالكم وتاخذوا هاي الخطوات تدوروا عليها وتستثمروها. فيش حدا يعني بيخلق عارف، يعني ولا اي حدا بيكون اي منصب بالحياه وبكون متعود عليه وعارف شو هو. طبعا كل بدايه بدها تعليم وبدها معرفه وبدها نفس طويل، بس بمساعده الناس اللي بتعرف والمستشارين اي انسان اليوم ممكن ينجح، والرئيس الصح والاعضاء الصح هن اللي بفضل براي غيرهم بسمع راي غيرهم. يعني بالاخر النجاح هو للقائد اذا استثمر هذه الامكانيات القدرات اللي عند كثير من شبابنا. وعبلين ملاني خير، ملاني شباب طيب وملاني صبايا طيب وعندهم طاقات، فاحنا بدنا نسمعهم كلهم. وانا بطاقاتي جاهزه يا ابو الكامل ولكل الاعضاء، يعني لما نقول بمساعدتي. يعطيكم الف عافيه والله. اخت فوز احنا ان شاء الله رايحين نعمل مجلس نسائي مدعوم من المجلس المحلي على أعلى مستوى من ناحية مهنية، من ناحية تنظيم، ومن ناحية بسموها تقنية. رحينا فيكم إن شاء الله مكاتب مع المخشير مع ميزانيات شو بتعودوا اللي تكونوا مبسوطات الساعة بالليل وعلى أعلى مستوى إن شاء الله. هاي ثاني مرة بحكيها ومش عمر فيها. اليوم الواحد إذا بدوش تحكيلي بعد سنة أو سنتين أو ثلاث سنين فيجب عليه الاستثمار بهاي الشغلة. احنا ان شاء الله عنا نية للاستثمار بالمرأة بابلين. يعني كلمة استثمار في وسيعة، يعني كلمة استثمار احنا بدنا نعمل سيستم اللي يكون مثلا من اول فئة صغيرة بعدين فئة بتكبر واحنا داعمين. انتوا خواتنا وامياتنا وبناتنا واهلنا، فانتوا غاليات كثير واتكلوا على الله. احنا معكم اخواننا اللي هن مش بالتحالف تاعنا. أنا كنت استنيت إذا كنت آخر الربع موجود عشان نبكي قد ما حكيتوا كلام حلو وما تقولوا عليكم كلام حلو. أنتوا أفحمتونا يعني. إحنا متوقعين وعارفينكم عواد ومحترمين وعروسنا أنتوا منار، ولكن ما توقعنا بو هالقد منار. أبو كامل معلش معلش معلش. أول إشي الانتخابات ورانا. طبعاً ورانا. إحنا أولاد اليوم. إذا إحنا بنحط هدف إنه عبلين فوق مصلحة الكل مجبورين كلنا نتعاون مع بعض. كل احترام وطيب. صح الحمد.
انا اضعف الايمان، يعني شو بدي بدي ابجلكم نجاحكم بالعضويه. وانتو ناس منا وفينا، احنا شعارنا ومبدانا بالانتخابات كان اول شيء الوحده، احترام الاخر، المشوره، العمل المشترك، وباخر كلاتنا كان عنواننا بالانتخابات عبلين لكل اهلها. وانتو من اهلها يا ابو كايت والجميع، وعمار ومنجا واخوي حكمات، انتو من اهلها منا وفينا، احنا بلد وحده موحدين ان شاء الله. هاي الظروف كلها ان شاء الله تخلص العاطفه وتصير بلدنا احلى بلد بالعالم ان شاء الله ان شاء الله. فاحنا يا اول شيء مدين يد العون لكل مواطن بعبلين، هسه بنحكي على اعضاء احنا، لاعضاء المجلس المحلي. انتو عروستا بالدنيا وعلامتكم محفوظه كمان. شو بدنا القانون وشو انتو بتكونوا احنا حدكم وبجانبكم وشو بدكم على راسنا من فوق. انتو اهلنا يا ابو كايت، انت هذا من عمي، انت صديقي نجا حبيبنا وصاحبنا. احنا ان شاء الله عنا عنوان وحده عبلين وخدمه عبلين. شو بيطلع لي بيطلع لاي مواطن بعبلين الحاج يخدم زيه. فان شاء الله النوايا سليمه. احنا بيستنونا خمس سنين كثير وقت. ان شاء الله انا تعهدت بشغلي هيدا العتمزه، اما ان شاء الله بتصير جد. ان شاء الله بالخمس سنين هدول رايح هذا المجلس موحد ان شاء الله، فهمت الجميع؟ رايح يوصل عنده تكثيف بالخمس سنين غير تكثيف المجلس للتطوير 500 مليون شيء. انا موهوب بكثير مصاري، يعني انا ما حكي عن هبل، انه في مجالس بالخمس سنين بتقدرش تطور ب 70 80 100 مليون. انا بوعدكم انه راح تكون مطور البلد غير الميزانيه العاديه تاعت ال 70 وال 80 مليون كل سنه، غير بالخمس سنين ان شاء الله نوصل 500 مليون شيكل. اما لو وصلنا انه طلع البيت 500 وصلنا 400 كمان نجاح. عندنا 500 مليون، عندنا 500 مليون، كل شيء بتحصل عليه نجاح. وكمان شغله مهمه، انت ابو كايد وابو كمال وعمي نجا واخوي حكمات شريك معنا بكل شيء ان شاء الله. الله فيك. احنا هسه احنا زلمه صريح بكل عصر، احنا عندنا حلفاء وعندنا ائتلاف وتحالف. اولا احنا ان شاء الله جلسه جلستين بنخلص امور التحالف وبنقعد معكم بشكل رسمي ان شاء الله، وكرامتكم محفوظه وانتوا عروسنا من فوق. احنا حلفائك لمصلحة البلد. لمصلحة البلد. احنا بنحترم اتفاقاتك مع حلفائك، واحنا بندعمك بكل شيء بخدم البلد. شكرا لكم وبارك الله فيكم. احنا عندنا بين اللي عم بيسموه بالعربي حلفاء اليمين. بس هدوك واحد. احنا بالعربي في شيء اسمه لكل واحد ينتخب دولة اسرائيل هشبعات ايمونيم انه يكون امير للدولة. ايه هشبعات ايمونيم شرشها معتسا بحبريها معتسا اني بحريم. هسه شو بيقول النص؟ اني متحيب لشمور ايمونيم لمدينة اسرائيل بلمالي ايمونا ايه اشتحتي بمعتسا. هسه هذا مين لازم يحكي عليه؟ رشها معتسا بحبريها معتسا. هسه كل واحد بيقول متحيف اني كانه حلف اليمين. انا ببلش متحيف اني 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 متحيف. أنا معه. مين معه؟ معه. إيش اتفاق؟ إيش؟ اتفاق الائتلاف. شو أمير؟ في اتفاقية التحالف. اتفاقية التحالف سلمت ب 15/2 حسب القانون، وجايبينها لمصادقة في جلسة المجلس الأولى. كيف ما بيلزم القانون لازم نجيبها خلال 45 يوم. فضفناها على سيدر اليوم وبنطلب التصويت على الإضافة. نصبر على الاضافه وبدنا نصوت على جوجل. انت ما فهمتوش فهمني. اتفاقيه التحالف بين المرشح الرئاسي السيد شريف حيدر لبين قائمه جبهه عبلين، قائمه عبلين بلدي، قائمه العهد الجديد، وقائمه افق جديد، اللي تنص على اتفاق التحالف سلمت
حسب القانون قبل موعد الانتخابات الأخيرة ونشرت في موقع المجلس الإنترنت ووزعت على أعضاء المجلس. اقترح تعمل نسخة وتوزع على أعضاء فقط على أعضاء ولا لا؟ لا هاي يا عمي هاي شغلة بس احنا عملنا تحالف اتفاقية تحالف في بلد مشان نفوت انا ما عنديش مشكلة احنا مشان نفوت يعني شغلة كثير عملنا احنا هن بينفصلوا السكان تبعهم بالنيابة أبو الناس حبيب قلبي تعالوا خليها تنام بالعكس لا لا خلاص مش مشكلة عميلة مصطفى النسي مبقيت لأتباعها مين مع أنا مع مين مع كم مع تمام ممتنع لا أشوفها لا ممتنع ممتنع مين ممتنع مين لا ممتنع 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 مين ممتنع أنا ممتنع اثنين ممتنعين فيش مشكلة نجا وابو كمال نجا وابو كمال ممتنين اسا احنا صوتنا نجاح القرار وشار القرار اسا بدنا نصوت عليها انا مع اسا وشار بروح شيل حتمان شيل معتزة يو رشة معتزة مال شريف حيدر تعداد زبون 0599689 بمال حطيب حطيب جزبرة معتزة تعداد زهود 0348129060 هنوسي مبالي هتبعة مين مع مين ضد تفضل مين مع اجبعات معدية شباتها مليئة ما تصير لك هيئة بيت شبات مليئاتها معتصة بيميش لشي هرشون بحودش بشعة شيش بعيد هنوسي مبالي اتباع يعني هبرا من نور اتباع انه جلساتنا بتيجي كل يوم ثلاثة بأول الشهر الساعة 6 بس مش برامل لا مش برامل خلصنا احنا شبكم انا وكايت في المجال اذا احنا هذا التاريخ واحد عنده مناسبة بده يأجله بده يتأجله فيش مشكلة يعني بتأجل التاريخ بس مجبرين نصوت عليه انه اول ثلاثة من كل اول شهر الساعة 6 ماشي بس لسه ابو كايت عنده اول شهر رمضان فيش جلسة برمضان حتى اذا اجى برمضان في الدجاج احنا بتطلعنا جلسة ما نعملهنش كمان فيش مشكلة واذا في عرس واحد من اصحابنا بنقدر نأجلها لجمعة او يوم او الساعة اللي ما ممتاز فكمان مرة صورة جديدة للتصوير للتصوير مين مع؟ اسا بحيرات اسقان بملي مكوم لرشا معتصا في سعيف 14 لحوك هرشيوت همكميوت بحيرات رشا معتصا بسقناف نقع تافشي من دارة 1975 كوليل سمخيوت في بسخار أمين بتسيع اتمار تائر سليم بالتفكيد اسقان بملي مكوم لرشا معتصا لفي سعيف 14 كوليل سمخيوت بتحميم حنوخ ضدية في بسخار فضع عمي عم يحكي يحكي بالعربي اقتراح انتخاب نائب رئيس حسب المادة 14 مع صلاحيات ومعاش قائم نائب 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 رئيس قائم بالأعمال حسب المادة 14 مع صلاحيات في مجال التربية والجباي للتصويت قبل التصويت قبل التصويت بس بدي اقول ثلاث شغلات الجزبار قاعد هون بيأشر انه في تكتيك يعيد مشبتي قاعد معنا تكين قبل ما تصل يلا تفضل تدبروك شو عليك كي جزبار وسائل خلال اشار انت لعمود بتكتيك شنا بمليم اكم زي ما تبتساد مرشاد حفاد دعاك جزبار تصرفان لازمان تمام كلمه مشبطيه المنيه لمنطقه مرتي سليم لتفكير جان وممالي مكون ראש המועצה בשכר בכפוף לזה שהגזבר בדק שיש לכך תקציב תמיד תקציב זה מובע להצבעה انا مع كل واحد اي حد كل واحد اسمع
مبروك. بحيرات سجنين لروش المعتصى اللي في سعيف حمسرة لحوق الرشيوت الكوميوت. أني متسيع اتمار يوسف عزام كسجن اللي في سعيف حمسرة. كمان مرة. بحيرات سجنين لروش المعتصى اللي في سعيف حمسرة لحوق الرشيوت الكوميوت. أني متسيع اتمار يوسف عزام كسجن اللي في سعيف حمسرة. مين مع؟ أنا مع. أني متسيع اتمار بدر كستور كزقان اللي فيه 15 لانوسي موبايل اتباع مين ما عمير ضد؟ لأنه أنا بدي أفهم معكم انتخاب النواب كم نائب الأول خلينا نعرف كم نائب المعروضين للانتخابات الانتخابات في عندنا واحد قام بالأعمال هذا واضح وراس انتين ونص اوكي هذا لا مش فيه بس بعدين في ثلاثة بلا استخارة بس عشان هيك أنا بقول القانون بيعطيش إلا لاثنين لعبة ثلاثة أنا القانون عندي بعرفه بيعطي اثنين فقط اثنين تومر ايش يا ابو اثنين اثنين يا ابو كريم عشان هيك خلينا نكون واضحين أنا بديش لا لا أنا قانون محتاج مو أني متسيع أكبر إبراهيم خطيب اللي فيه سعيف 15 بس صدق شو تصورت على بلد عشان قلت بدي أعرف أنا بدي أتفوت لاثنين حقيقة يعني اللي فيه حب في اثنين أنا بدي أتفوت لاثنين أنا ما بدي أقول تصورت إخواني أني متسيع إتمار إبراهيم خطيب اللي فيه سعيف 15 هنسيم موبايل 700 سؤال هون أمير في سؤال سأل أنا كمان قريت التقانون بالمجلس مجلس متاخذ ل 20 ألف مواطن له قائم بالأعمال حسب مادة 14 مع معاش واثنين سجنين حسب مادة 15 بدون معاش ثلاثة ممنوع أنا معي إشهر 10 معي بقدر أحط 10 أعضاء بلا مصاري بلا معاش بوت اللي هي بدك تحط بوت كله أعضاء نواب رئيس ايش بخير المهم واحد مع سخاري خلص فخري فخري اللي بعده هذا فخري ما فيش عنده صلاحيات مش يخرب الكامل خلصنا مع ثاني يا مين مع تفضل فوق يا عم علي اخر البنت هذا خلصنا خلي من الحفلان يا عزيز ضروري يا جدي لعلاج هاي الشفاء شكرا لكم اهلا وسهلا يا عمي بارك الله فيكم Thank you.